وللحديث أكثر ينضم إلينا من القاهرة أحمد أدفين رئيس قوى الوفاق الوطني السوداني. أهلا وسهلا بك سيد أحمد. دعنا بداية نبدأ بهذه الأخبار التي وردتنا حسب مصادر الحدث باستئناف مفاوضات جدة بين الأطراف المتصارعة. بداية ما المعلومات المتوفرة لديك حول ذلك وإلى ماذا تؤسس هذه الخطوة؟ طيب أولا يعني بعد التحية طبعا تعيني أعزيك وأعزي جميع طاقم قناة الحدث على وفاة يعني الأستاذ رمزي عزام تقبله شكرا الله. شكرا جزيلا. ومن ثم يعني نترحم على جميع شهداء الواجب الوطني من الجيش والمدنيين من الأمة السودانية. في اعتقادي أن هذه الخطوة كانت يجب أن تكون أبدر من ذلك قليلا، خطوة منبر جدة، ولأن ما يحدث الآن للأسف يعني الأزمة الإنسانية تفاقمت، إضافة إلى أن يعني ما يفعله وما تفعله قوات وميليشيا الدعم السريع على أرض الواقع هو فاق التصور وفاق الحد، وكان ضروري جدا أن يكون هنالك تدخل إقليمي أو من منبر جدة تحديدا لمواصلة وبدء المباحثات مرة أخرى، والتي نعتقد أنها يعني يجب قبل بدء هذه المحادثات أن تكون هنالك آلية لتنفيذ يعني مخرجات إذا كان المنبر القادم أو المنبر أو المخرجات السابقة، لأن كان هنالك منبر جدة سابق في يعني في العام الماضي شهر 5، وللأسف لم تنفذ هذه المخرجات، والكل يعلم من الطرف الذي لم ينفذ هذه المخرجات ومن الطرف الذي يعني أسقط هذا الاتفاق. الآن يجب أن تكون هنالك آلية واضحة لتنفيذ أي اتفاق يمكن أن يكون موجودا في منبر جدة. طيب سيد أحمد، يعني كنا نتأمل خيرا أيضا في منبر. نعم. على أي أساس ستستأنف هذه المفاوضات في الوقت الذي يتحدث فيه كل جانب بالحسم العسكري؟ بالتأكيد أن يعني نحن يعني كنا في السابق متواجدين في منابر كثيرة جدا للتفاوض. في ذلك الوقت أنا كنت من ضمن الجبهة الثورية السودانية، ونحن نعلم التصريحات تأتي من هنا وهنالك، ولكن أيضا يعتبر جزء كبير منها هو تاكتيك لاستخدامه في المفاوضات، والكل يعلم أن التقدم على الميدان يعني وجود قوة على أرض المفاوضات. أستاذ العزيز، هذه الحرب مهما طالت أو قصرت أو مهما كان هنالك منتصر على أرض الواقع، لا بد أن يكون نهايتها عن طريق التفاوض. لا بد أن يعني حتى إذا انتصر طرف، وبالتأكيد أن الجيش السوداني سينتصر، لا بد أن يكون. نعم سيد أحمد، إلى حين استئناف التفاوض وإنهاء هذه الأزمة في وقت لا أحد يعلم متى، ولكن هناك أزمة إنسانية خانقة في السودان. نتحدث هنا أيضا عن إقليم دارفور، أكثر من 700,000 مواطن نزحوا من الإقليم. لماذا ليس هناك أي استجابة دولية مع هذا التطهير العرقي إن صح التعبير في دارفور مقارنة بسنة 2003 و2004؟ يعني للأسف ظلنا نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة التدخل، وضرورة يعني التدخل الإنساني أولا، وضرورة أن يكون هنالك يعني قرارات حاسمة حتى من المحكمة الجنائية. الوضع الإنساني يسوء يوما بعد الآخر، ليس في دارفور فقط وإنما في كل يعني في كل منطقة. دعيني في الأول أقول أن أي منطقة متواجد فيها الدعم السريع. الآن مدني أنا من ولاية الجزيرة وأعلم تماما ما يحدث في هذه الولاية،
الأوضاع الإنسانية سيئة جدا، الوضع الطبي في غاية السوء، أيضا دارفور الوضع هنالك سيء جدا، والأرقام مخيفة جدا، مخيفة ليست فقط بالنسبة للسودان، مخيفة للمجتمع الإقليمي، مخيفة للمجتمع الدولي. النزوح طيب. سيتفاقم، اللاجئين سيتفاقمون، وسيكون ستكون هذه الأعداد مخيفة إذا لم يتدخل المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي والأمم المتحدة طيب. في عمليات إغاثة سريعة جدا للسودان. كلما اشتدت أي أزمة في السودان تداعياتها تكون أعمق وأكبر على إقليم دارفور. تحدثت عن المجتمع الدولي وقلت بأنه ليس هناك استجابة، ولكن ماذا عن المنظمات، منظمات المجتمع المدني داخل السودان؟ ما الذي يجب أن تقوم به لإعادة أزمة دارفور في قمة جدول أعمال الدولي برأيك؟ طيب دعيني، هي محتاجة إلى ربط قليلا بمنبر جدة. ما قبل الحديث عن أي عمل عسكري أو سلام يجب أن يكون في منبر جدة عملية إنسانية أو مفاوضات إنسانية وفتح ممرات آمنة لدخول هذه المنظمات، هذا أولا. ثانيا، وللأسف يجب يعني للأسف تم تدمير جميع يعني المواد الإنسانية أو المواد المتواجدة في مخازن منظمات عديدة جدا، منظمات دولية وإقليمية. نعم، أشكرك جزيل الشكر، أعتذر عن المقاطعة، ولكن أكمل هذه الفكرة. وقتنا من القاهرة أحمد أدفين رئيس قوى الوفاق الوطني، شكرا جزيلا لك.